كبيرة لجوستن هوكنز. نعم جوستن سجل 25 نقطة لحد الآن، نسبته جيدة. أكثر لاعب مسجل. نعم وشاهد نسبة جيدة بالتهديف، يعني قليل ما يخطي، قليل ما يضيع كرات، ونشاهده يعني يعمل كل شيء لنادي الشرطة، يعني شاهد إنه يعمل أسيست، يتحرك مساحات حتى المساحات الضيقة يسجل منها جوستن هوكنز. وأيضا الآن جاي نشاهد أكثر من حالة إنه نادي الميناء حتى المتابعات الدفاعية قليلة عنده، يعني أكثر كرات يستحوذ عليها نادي الشرطة. إذن ويمي روز يضع نقطة لفريق الميناء. مباراة مثيرة، مباراة جميلة حتى الآن، شرطة والميناء، وجوستن هوكنز يحاول على السلة لكن هذه المرة يخطئ، قليلا ما يخطئ السلة جوستن هوكنز. ونقطتين للشرطة ورمية إضافية. نقطتين للشرطة ورمية إضافية. الآن الشرطة، هذا الخطأ الثالث. الخطأ الثالث على اللاعب مصطفى جاسم. دخل بالفاول ترابل، خطأ ثالث، راح تقل فعاليته بالدفاع. أيضا إنه اللاعب ويمي داي يلعب يعني على الفاست بريك اكثر من ما يدافع، يعني شاهدنا انه 4 لاعبين يدافعون وخمس لاعبين من نادي الشرطه يهاجمون، واللاعب ويمي بالساحه الاماميه اللي هي ساحه نادي الشرطه. اذا الرميه الاضافيه لفريق الشرطه، جمهور الشرطه سعيد بهذا التقدم، جمهور الشرطه يؤازر. هنا لوحه التسجيل. من الموسم الماضي لفت انتباهي فتشي عند نادي الميناء، اذا كان علي حاتم بيومه وعلي حاتم يقدم مستوى جيد الميناء يفوز، اذا علي حاتم مو بيومه وما يقدم مستوى نادي الميناء دائما ما يعني نادرا ما يفوز بالمباراه اذا كان علي حاتم زين. اليوم علي حاتم لحد الان واحنا نلعب بالكوارتر الثالث، يعني فترتين ونصف علي حاتم لاعب مسجل 4 نقاط وما جاي نشاهده بالدفاع ولا بالمتابعات الدفاعيه الديفنسيف ريباوند ولا بالاوفنسيف ريباوند، يعني هناك خلل عند اللاعب علي حاتم. اعتقد لو يجلس دقيقتين يعيده المدرب، لكن تكلمت مع اللاعب حيدر جمعه اللاعب البديل لعلي حاتم اللاعب الطويل، اعتقد انه يشكي من اصابه وهذا مما يسبب خلل، يعني اما ان يشترك اللاعب عادل عباس اللي عائد من اصابه او يبقى نادي ميناء مستمر مع اللاعب علي حاتم. الله، جميله من ويمي روز. الان بدا يظهر ويمي روز. نعم يعني ويمي يظهر بشكل ممتاز. ويمي مسجل 22 نقطة ومتساوي مع اللاعب براون، يعني اللاعبين الاجانب مسجلين لحد الان 44 نقطة من اصل 58. نعم. محاولة الان لفريق الشرطة، هوكنز حاول ان يضع ثلاثية تصطد لتعود محمد صلاح، والان كين براون، ثلاثية لكين براون. كين براون هذه تشعر جمهور الشرطة بالارتياح. تكلمنا بهذا الشيء استاذ جمال، انه كين براون تشاهده يغيب دقائق المباراة لكن يعيد نفسه بقوة، وشاهدنا فلافية جميلة قدر يوسع بها الفارق الى فارق الخمس نقاط. وايضا لا زال علي حاتم لا متابعات دفاعية ولا هجومية، ومثل ما قلنا التايم اوت هو الحل، لكن اعتقد ان الكوتش حسن علاوي تأخر بطلب الوقت المستقطع. الآن ممكن الميناء يطلب الوقت المستقطع. 64-58 الفارق 6 نقاط. إذن لماذا الإصرار على بقاء علي حاتم إذا هو لم يظهر بالصورة؟ عنده بديل واحد، لاعب طويل القامة اللي هو عادل عباس، طوله مترين وأربعة. اللاعب حيدر جمعة لاعب مصاب، ما عنده بديل، لاعب ممكن يصنع لك الفارق، يلعب نعم بوزيشن 5، لاعب طويل اسفل السله يقدر يوقف محمد صلاح واللاعب جوستن اللي شاهدنا. محمد صلاح لحد الان سجل 10 نقاط، جوستن مسجل لحد الان 28 نقطه،
كل اكثر نقاط نادي الشرطة كانت من اسفل السلة، واذا ما سجل من اسفل السلة سجل الثلاثية يستفيد من السكند شانس اللي هو يصير بعد التهديف الفاشل عند نادي الشرطة، يستحوذ على المتابعات الهجومية الاوفنسيف ريباوند ويقدر يهدف تهديف بعيد. وشاهدنا محاولتين متتالية للاعب جيستن، هدف بالمحاولة الاولى ما سجل وعادوا الكرة بالمحاولة الثانية وقدر يسجل، وهذا يصنع الفارق لثلاث نقاط. نشاهد هاي الثلاثية اللي سجلها نعم جيستن، وإذا ما استطاع نادي الميناء إيقاف جيستن وأخذ الإنسايد إحنا نسميه الأسفل السلة ويمنع اللاعبين اللاعب جيستن محمد صلاح والمتابعات الدفاعية والهجومية راح يقدر يتفوق على الشرطة، لكن إذا ما بقى الحال على ما هو عليه راح تكون هناك فارق والفارق يكون لمصلحة نادي الشرطة. إذا نعود من جديد بعد انقضاء التايم أوت اللي كان بطلب من مدرب فريق الميناء أسعد علاوي، وذلك بعد أن شعر فريقه بدأ يتراجع بالمستوى والنقاط مع وجود محاولة لفريق الميناء على سلة الشرطة تبعد في اللحظات الأخيرة مع وجود المتابعة من كين براون يحاول الدخول على السلة. كين براون لاعب فريق الشرطة لكن يخسر هذه المحاولة كين براون لتعود الحيازة لفريق الميناء. روبرت براون قدم أداء أكثر من رائع روبرت براون ونقطتين لروبرت براون 64-60. لاحظ الإعادة لروبرت براون، هي من البداية كان أعطى الطاقم التحكيمي نقطتين لفريق نادي الميناء. محاولة لصالح الشرطة عن طريق ذو الفقار محمد صلاح. جيستن هوكنز يحاول الدخول على السلة تصطد قصيرة كانت من جيستن هوكنز. من جديد جيستن يحاول ويسجل النقطة 30 لجيستن هوكنز، ولا زال هناك سهولة عند لاعبي الشرطة بالتسجيل من أسفل سلة نادي الميناء. خروج يعني مصطفى لحد الآن المدرب لفريق الميناء ما عنده حلول لإيقاف نعم. هذه نعم حيدر جمعة مصاب وعادل عباس عائد من إصابة ما أعرف يعني سبب عدم زجة. شاهدنا خروج مصطفى جاسم بثلاث اخطاء، الفول ترابل الخطا الثالث، اشرك عماد صابر، اعتقد راح يعتمد على عماد صابر بالتهديفات البعيده، لكن الميناء خاسر بفارق 6 نقاط، دقيقه و42 ثانيه والبول بوزيشن لمصلحه نادي الشرطه، والشرطه لديه الحلول ولديه فرصه لتوسيع الفارق، واذا ما بقى الحال على ما هو عليه ويبقى انسايد نادي الميناء بخلل ما راح يقدر يجاري نادي الشرطه بوجود محمد صلاح واللاعب جيستن اللاعب رقم 5 واللاعبين يتجاوز طولهم مترين 5. إذن نشاهد قرار الطاقم التحكيمي. لا أعتقد الكرة حيازة. حيازة لفريق الميناء. لفريق الميناء محاولة ممكن اللاعب اللي اشترك قبل لحظات عماد جابر وخطأ لصالح الشرطة. جيستن هوكنز رمية ادخال إلى باون. الآن أعتقد يجب أن الكوتش أسأل على يريح اللاعب علي حاتم ولو دقيقة نصف، يعني شاهدنا أيضا عمل خطأ هجومي حتى على الأقل يعيد وضعه. نعم يعيد وضعه، أعتقد هو نفسيا ما داخل بجو المباراة، سوى خطأ هجومي والآن عمل خطأ دفاعي، وأعتقد أنه الخطأ الثالث يعني بأقل من دقيقة عمل خطأين شخصيين، والخطأ الثالث يخلي اللاعب يكون بعيد يعني ما يقدر يحتك بالدفاع على مدة يرتكب الخطأ الرابع، يعني يخليه قلق وهو يدافع، هو أصلا طوال ثلاث فترات كان بعيد عن مستواه بالدفاع. بعتقد الآن يعني وقت مناسب لأني ريحه وباقي دقيقة و24 ثانية.
إذا رميتين حرة لفريق الشرطة. غريب نشاهد مثل هذا الوضع، يعني أنه اللاعب هو اللي يمسح الأرضية، على الأقل يكون هناك عاملين لهذا، يعني القاعة أيضا ما متوفر فيها مسألة التبريد، لذلك يعني الأجواء حارة داخل القاعة. هذا ما تحدثنا عنه كابتن. نعم. خالد خروج. نعم. علي حاتم. نعم خروج علي حاتم، أعتقد بهاي دقيقة ونص يعيد وضعه، واللاعب عادل عباس لاعب شاب يقدر يكمل هاي الدقيقة و24 ثانية، وإذا ما دخل بالأجواء يكون خير على خير لنادي الميناء. إذن الرمية الأولى تضيع لفريق الشرطة، ممكن الثانية، لكن الثانية أيضا يخطئها علي مؤيد. الرمية الثانية يخطئها علي مؤيد، ولا زال فارق 6 نقاط لفريق الشرطة، 66-68 للميناء، فارق 6 نقاط، يعطي أريحية لفريق الشرطة بعد ما كان فريق الميناء دائما هو اللي يكون متفوق على الشرطة. محاولة جيستن هوكنز، جيستن أمام سلة فريق الميناء، براون، كين براون إلى جيستن هوكنز، يحاول وضع الثلاثية، جيستن هوكنز تصطد بالحلق لتعود من جديد لجيستن هوكنز. لاحظ الريفاونت الدفاعي لفريق الميناء. استاذ جمال، جيستن دائما الدفاع لفريق الميناء. نعم احنا ما يقدر انه احنا تكلمنا مو بس الدفاع، يعني انت المتابعات الدفاعية. نعم المتابعات. يعني يلعب من مشكلة يلعب الشرطة بأريحية خصوصا في المتابعة. نعم دائما عندما تصطد بالحلق تعود لفريق الشرطة. نعم هذا الشيء سلبي على 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 دفاع نادي الميناء. افضل مسجلين لحد الان جيستن، اللاعب رقم 5 لاعب نادي الشرطة، مسجل 28 نقطة، وهاي نقطة 29. افضل مسجلين، اما افضل مسجلي نادي الميناء لا زال اللاعب براون، روبرت براون ب 25 نقطة. لكن في الفترة الثالثة يعني روبرت براون لاعب الميناء ما ظهر ذاك المستوى اللي شاهدناه بالكوارتر الأول بالكوارتر الثاني. نعم صحيح، يعني كان مؤثر. اي نعم بالكوارتر الأخير الكوارتر الثالث شاهدنا، أعتقد أنه جهد لاعب وصل قبل يومين من كندا، أعتقد أنه تعب السفر والجهد أثر عليه، والجو الحار بالقاعة ما يساعده. أكيد هذا طبعا مشكلة للقائمين على القاعة، وزارة الشباب تنظر إلى هذا الأمر، يعني مسألة تبريد القاعة. محاولة لفريق الميناء وصعوبة التسجيل للنقاط في سلة الشرطة بعد ما توسع الفارق إلى 8 نقاط، 68-60 على بعد 40 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. محاولة اللاعب روبرت براون تصطد، كان ممكن يضع ثلاثية تعود لكين براون لاعب الشرطة، جيمس ومتابعة. لاحظ هذا اللي تحدثنا على طول فترة المباراة، يعني التغطية الدفاعية للميناء اليوم تعاني من مشكلة كبيرة. نعم والآن الفارق فارق 10 نقاط، يعني فارق أعتقد فارق جيد لنادي الشرطة، ينهي بالكوارتر الثالث ويدخل بالكوارتر الرابع ويقدر يحسم المباراة، لكن لا زال في المباراة الكثير، 10 دقائق كوارتر كامل ونقطتين قبل الصافرة لويميروز من خلالها يقلص الفارق إلى 8 نقاط. إذن الفترة الثالثة تنقضي والميناء يتأخر بفارق 8 نقاط عن فريق الشرطة، بعد ما شاهدنا الميناء في الكوارتر الثاني كان هو المتفوق بفارق 6 نقاط على فريق الشرطة. نعم نوهت النقطة مهمة استاذ جمال، انه اللاعب ويمي كان جدا جيد وبوضعه الممتاز قدر يسجل، لحد الان هو غاب عن التسجيل، يعني سجل 24 نقطة بالكوارتر الثاني وما شاهدناه سجل بالكوارتر الثالث، يعني آخر ثلاثية سجلها مع نهاية الكوارتر الثاني. أيضا قدر اللاعب جيستن لاعب نادي الشرطة اللي نشاهد بالإعادة اللقطات اللي قدر يسجلها، يعني شاهد انه بالإنسايد بالمسافات المتوسطة، يعني شاهد انه لاعب طويل القامة ما قدر يمنع، يعني لاعب مترين 9 او ما قدر يمنع اللاعب جيستن. نشاهد ايضا بالثلاثيات اذا ما سجل لاعب المتابعة من فولفقار فاضل، واكو ثلاثية ما سجلت قدروا يعيدونها الى بالسكند شانس بمناولة الكيك اوت، احنا نسميها خروج الكرة من اسفل السلة،
على منطقة المحيط لثلاث نقاط وقدر يعيدها ويسجل ثلاث نقاط. 30 نقطة للاعب الأجنبي، براون بعشر نقاط، محمد صلاح بعشر نقاط، وباقي اللاعبين فولفقار أربع نقاط، علاء سليم القطين، حسن صالح خمس نقاط، وعلي مؤيد أربع نقاط. أعتقد نادي الشرطة لحد الآن وضعيته أفضل من نادي الميناء، لكن نادي الميناء أيضا لديه أوراق جيدة، لديه اللاعب علي حاتم احنا قلنا يرتاح دقيقة ونص، نتمنى يعود للمباراة لتستمر الندية والإثارة بالكوات الرابع. الفريق نعم لاعب منتخب وطني، لاعب طويل القامة، لكن اليوم ما كان نعم بالدرجة اللي كان يتمناها. نعم استاذ جمال، أنا متابعها باللاعب بالموسم الماضي واللي قبله، عندما يكون بيومه الميناء يقدم مستويات جيدة، وهو كان له سبب رئيسي بتأهل الميناء للمباراة النهائية بسلسلة مباراة البلاي أوفز في الموسم الماضي. إذن لازالت أفراح جماهير الشرطة بهذا التقدم، المؤازرة مطلوبة لكل الأندية، أيضا فريق الميناء يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة جيدة، لكن جمهور الميناء بعيد، عندما تكون المباريات هناك في البصرة تشاهد جمهور الميناء يؤازر، لكن اليوم انشاهد في قاعة الشعب جمهور الشرطة اللي يحاول الدفع بالفريق للأمام من أجل الوصول إلى لقب الدوري العراقي مع هذا المدرب الواضح أمامنا في الصورة، ماهر خنفير المدرب التونسي لسلة الشرطة، وعلى الجانب المقابل أسعد علاوي مدرب فريق نادي الميناء اللي كان سعيد بأداء فريقه في بداية المباراة وحتى نهاية الكوارتر الثاني. إذن ثلاثية لجستين هوكنز، لا زال متألق جستين هوكنز. نعم استاذ جمال، بس ملاحظة بسيطة، أوبراون اللي سجل الثلاثية الآن برصيدة 13 نقطة. نادي الشرطة بالكوارتر الثالث بعد أن كان خاسر بفترتين، بعد أن كان خاسر بالفترة الأولى 26-21 وبالفترة الثانية 24-23 عاد بالكوارتر الثالث يتغلب على الميناء ب 26-12، يعني تصور بكوارتر واحد قدر نادي الشرطة أن يتغلب على الميناء بفارق 14 نقطة، وهذا اللي خلى الفارق الآن يصير فارق 13 نقطة. نعم تعتقد أن محترفي الشرطة بنفس مواصفات محترفي فريق النفط؟ نعم لحد الآن احنا شاهدنا ثلاث أندية عندها محترفين جيدين، يعني نادي الشرطة شاهد هاي براون، ولا زال علي حاتم ما يقدر يوقف، يعني براون طوله 1.85 1.87 وما قدر اللاعب علي حاتم يعمل عليه البلوكشات. اعتقد يعني علي حاتم اما ان يكون غير جاهز بدنيا او يعاني من إصابة او يعني ما اعرف، يعني حلو هاي النقطتين، نتمنى ان يعود لعلي حاتم. نعم نتمنى ان يعود لجول لاجواء المباراه اللاعب علي حاتم، يعني ست نقاط لحد الان، فقط ست نقاط مسجل اللاعب علي حاتم. الشوط الرابع والاخير طبعا هو من اهم الاشواط. نعم شوط غير قابل للتعويض، الفارق اكيد الفارق 13 نقطه ولا زال يعني نادي الشرطه يلعب ومسيطر، يعني انت من يكون عندك خماسي بأربع لاعبين يسجلون ولاعبين يقدرون يتحكمون ويسيرون المباراة كيفما يشاءون، يعني جاي نشاهد جستن واللاعب كين براون يتحركون كيفما يشاءون، وهاي محمد صلاح ضيعها أسفل السلة. تعود لفريق الشرطة كين براون يحاول الدخول على سلة الميناء من أمامه، كرة تبعد لتصبح الحيازة تعود لفريق الميناء. دائما مدربي كرة السلة يركزون على الكوارتر الثالث، الكوارتر مهم، إذا ما أردت أن تسيطر على المباراة وتفوز بالمباراة تركز على الكوارتر الثالث، الكوارتر مهم وكوارتر مفترق طرق بالمباراة، وقدر نادي الشرطة أن يتفوق على الميناء ب 26-12 يعني فارق 14 نقطة. كانت عودة قوية لفريق الشرطة من خلال الكوارتر الثالث. نعم جستن سجل 32 نقطة، براون سجل 14 نقطة، جستن كان له كلمة الفصل بالكوارتر الثالث مع غياب اللاعب براون اللي بدأ بصورة قوية بالكوارتر الأول والثاني، لكن شاهدنا روبرت براون
الشاهدناه اختفى بالكوارتر الفعل نهائيا بحيث لم يسجل ولحد الآن كان هو العامل المهم لفريق الألمينا. نعم 10 نقاط بالكوارتر الثالث والآن 10 دقائق يعني والآن دقيقتين 12 دقيقة ولا زال غايب عن التسجيل. إذن الرمية الثانية ينجح اللاعب ويميروز لوضع النقطة 66 لفريق الألمينا 77-66 فارق 11 نقطة وتعود لكين براون. الشرطة يحاول أن يبتعد بالنتيجة الشرطة يحاول أن يبقى في دائرة الصراع خلال هذا الموسم على لقب الدوري العراقي وجيستن هوكنز يضيع هذه المحاولة لتعود الحيازة لروبرت براون. روبرت براون يحاول أن يقلص الفارق روبرت براون لاعب فريق المينا لا زال يحتفظ وتمريرة خاطئة تتيح لفريق الشرطة بناء المرتدة وتسجيل نقطتين لفريق الشرطة كين براون. يعني شاهدنا متابعة جيدة من كين براون شاهدنا اللاعب روبرت براون عمل يعني فاصل مهاري وعمل فردي فتح الثغرات والفجوات في دفاعات الفريق المنافس او الفريق الثاني لا تكون في الجماعيه. نعم بالتمرير بنقل الكره السريعه يعني انت ما تقدر تطبطب وتعمل فاصل مهاري واحنا ما نستفاد من فاصل مهاري اللي نهايته كان تيرن اوفر وصار علينا فاست بريك بنقطتين بدل ما نسجل نقطتين سجلت علينا سجلت عليك نقطتين وصارت علينا باربع نقاط. اذا 79-66 79-66 مع دخول للاعب علاء سليم جيستن هوكنز. جيستن يحاول ونقطتين جميلة من جيستن هوكنز بأريحية جيستن دون أي مراقبة من قبل لاعبي فريق الميناء. 34 نقطة سجل ونفس المكان اللي يعني اللي سكور يعني أسفل السلة يعني أسفل السلة دا يسجل براحته أريحية كبيرة عند اللاعب جيستن. ونشاهد أيضا يعني ما أعرف هل غابت روح الفوز يعني روحية تحقيق الفوز عند نادي الميناء. يعني نشاهد خماسي جيد علي حاتم مصطفى جاسم علي عامر الآن أعتقد خرج مصطفى جاسم اشترك عماد صابر دائما ما يعول نادي ميناء على اللاعب عماد صابر بالتهديف البعيد ولحد الان ما شاهدنا هدف تهديف بعيد. لكن ارجع واقول نادي ميناء راح يكون صعب جدا على الانديه اللي تزوره في القاعة الاولمبيه في البصره. اعتقد هذا فريق الكهرباء ايضا عنده مباراه راح تكون بعد هذه المباراه امام نفط الجنوب. للتنويه المباراه ستكون مسجله نعم وتبث في وقت لاحق على شاشة قناة الرياضية العراقية اللي تتواصل مع جمهورها في كافة الألعاب الرياضية. ومحاولة تسجيل ثلاثية عن طريق اللاعب لفريق الميناء ويميروز وخطأ وتصبح رمية إدخال لفريق نادي الشرطة. ماهر خنفير مدرب الشرطة يعني أدار المباراة لصالحه يعني نعم تعامل قدر يتعامل مع المباراة باحترافية. زجب علاء سليم أيضا لاعب بديل جيد لاعب منتخب بطني سابق بالفقار فاضل اللاعب الشاب أيضا قدم مستويات جيدة ومحمد صلاح بالإنسايد لا زال يسجل لاعبين نادي الشرطة بالإنسايد يعني ما أعرف أنه أنت تضغط بالإنسايد تترك الاوتسايد اوكي اللاعب يسجل من الاوتسايد لكن الشرطه يسجل من الانسايد من الاوتسايد يعني جاي تلاحظ استاذ جمال انه النقاط من اسفل السله زائدا جيستن يهدف من بعيد يعني ما اعرف هناك خلل كبير في دفاعات نادي الميناء. دائما الشرطه عندها حلول. نعم الشرطه ملعبه هناك خطأ فني جزاء رمي وحيازة. الشرطة عنده حلول. الشرطة يلعب مع هذا اللاعب جيستن اللاعب رقم 5 منذ بداية الدوري اللاعب براون رقم 1 لاعب نادي الميناء. أعتقد أنه علي يحاول على السلة علي وضيع على أيضا هذا روبرت براون مثل هذا البلوك شات أيضا يبعث روحية عند فريق نادي الشرطة بأنه الفريق هو مسيطر على المباراة وهو مستلم زمام المباراة وهو يدير المباراة كيفما يشاء يسرع ردم أو يقلل ردم المباراة
اذا روبرت براون اعتقد رميتين او خال من خلف السله فريق الميناء. الخطا اللي بعد هذا الخطا سيكون تيم فاولز على نادي الشرطه، اي خطا سيكون رمي. الارتكاب خمس اخطاء، مجموع اخطاء لاعبين الفريق. محاوله لروبرت براون ايضا يخطئ السله، لا زال بعيد عن التسجيل. نعم سجل نقطتين منذ الكوارتر الثالث ولحد الان فقط نقطتين، وهي النقطه الرابعه. اذا نقطتين لفريق الميناء 83-69. 83 لاحظ متابعه جيده من روبرت براون لاعب الميناء اللاعب القادم الجديد للميناء، الاضافه لفريق الميناء من خلال المسدس الذهبي ومحاوله محمد صلاح تصطد الحلق لتعود من جديد لفريق الشرطه وتعود الحيازه لفريق الميناء. تعود الحيازه لفريق الميناء. وقت كافي اعتقد 4 دقائق و43 ثانية اذا ما اراد الميناء العوده، وقت كافي لكن يغير طريقه دفاعه. يعني الميناء عنده دفاع ضاغط جيد جدا استخدمه، انا شاهدت المباراه في القاعه الاولمبيه بالبصره، يقدر يدافع فول تايم ضاغط على نادي الشرطه. اعتقد اذا ما قدر ان يقطع كرتين ثلاثه ويسجل فت 6 نقاط العوده للمباراه. يعني الفارق ليس فارق كبير 14 نقطه، لكن مع ثلاثيه جيستن هوكنز ما يترك الفارق 14 نقطه. جيستن هوكنز مسجل 37 نقطه لحد الان اللاعب 37 سكور عالي جدا لجيستن هوكنز من خلال التسجيل في هذه المباراه. لاعب فريق الشرطه الميناء في الاوقات الاخيره ممكن يعتمد على الكرات المباشره، يقدر رميات الثلاثيه يقدر يعتمد لان الوقت بدا يدركه في هذه الاثناء. لا عندنا 3 دقائق و57 ثانية اعتقد هسه الكوتش اسد علاوي طلب وقت مستقطع، يقدر يلعب دفاع ضاغط، يعني يرجع عمر عامر للخماسي ويلعب دفاع فول كورت ساحه كامله، يضغط على الشرطه بملعبه، يقدر يقطع له كرتين ثلاثه، يسجل 6 نقاط 7 نقاط، يأثر على نادي الشرطه واندفاع نادي الشرطه وشهيه نادي الشرطه بالتهديف. يعني نشاهد انه جيستن لحد الان مسجل 37 نقطه، براون مسجل 16 نقطه، جيستن رقم 5 اللاعب اللي يرتدي الفريق رقم 5 نعم 37 نقطه، براون اللاعب الامريكي الثاني مسجل 16 نقطه، محمد صلاح ب 12 نقطه. يقدر الميناء يضغط، اذا ما لعب ضاغط ما اعتقد انه يقدر على الاقل يقلل الفارق، لان انت الست انديه راح تكون ايضا مؤثره بمباراه الذهاب والاياب بالفوز بالنقاط الفارق، راح تدخل ايضا بتصنيف منه اللي راح يتاهل للمباراه النهائيه او منو يحتل المركز الثالث. النقاط مهمه. نعم 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 النقاط مهمه. اذا لا زالت اثاره المباراه بين الشرطه والميناء في اللقاء الثاني في المسدس الذهبي، المباراة اللي تقام على قاعة الشعب اللي استضافت يوم أمس أيضا قاعة الشعب نهائي الطائر العراقي بين البيشمركة والشرطة. أيضا الشرطة كان طرف في النهائي، وقبلها أيضا الشرطة على مستوى اليد اللي حاز على لقب الدوري العراقي لكرة اليد. لذلك الشرطة وألعاب الشرطة تقدم مستويات جيدة في مختلف الألعاب مع وجود رمية حرة لصالح الشرطة. جيستن هوكنز يخطئ السلة، نادرا ما جيستن هوكنز يخطئ السلة. إذن جيستن على الرمية الثانية، ممكن جيستن هوكنز هل سيسجل؟ بالفعل ينجح في التسجيل جيستن هوكنز، ينجح نقطة 38 لجيستن هوكنز من خلال هذه المباراة، أعلى نسبة تسجيل بالفريقين جيستن هوكنز. محاولة الآن للميناء، السفانة والقيثارة ومحاولة الميناء. الميناء اللي قدم مباراة جيدة أمام الشرطة، لكن خبرة الشرطة تتفوق، ومحاولة على السلة لفريق نادي الميناء يخسرها لاعبو الميناء لتعود الحيازة لفريق الشرطة. جيستن من براون إلى جيستن يحاول بينه وبين روبرت براون. كين براون لاعب فريق الشرطة
علاء سليم جيستن محاولة تبقى الحيازة لفريق الشرطة وثلاثية أكثر من رائعة لجيستن هوكنز نجم المباراة 40 نقطة لحد الآن نجم المباراة أعتقد 41 كابتن خالد إذن جيستن هوكنز يضع ثلاثية وتسعين تسعة وستين تسعين واحد وسبعين بعد ما سجل نقطتين مع رامية إضافية فريق الميناء تسعين في أقل المتبقي أقل من ثلاث دقائق محمد صلاح يغادر ودخول لعلي مؤيد علي مؤيد يدخل للمباراة علي عامر طالب كابتن الميناء علي عامر قصيرة كانت من علي عامر اصطدت أيضا بالحلق وعادت المدرب ما أرخن فيه اتعامل باحترافية مع المباراة اليوم عنده مباراة مضغوطة الأربعاء القادم مباراة السبت القادم مباراة يعني ما عنده وقت كافي إذا لاعب إذا أفضل لاعبين انصابوا مثل ما خالد يحيى عمل عنده تدوير باللاعبين مثل ما خالد يحيى مثل ما خالد يحيى بالمباراة الأولى أشرك 12 لاعب الآن نشاهد ماهر خنفير أيضا يشرك اللاعبين أخرج محمد صلاح لاعب مؤثر بالإنسايد ينطي راحة بالدقيقتين 54 ثانية القادمة الفارق 19 نقطة أعتقد فارق مريح يعني الميناء إذا ما أراد العودة مثل ما نوهنا على حالة أنه إخراج عماد صابر وإشراك عمر عامر واللعب الضاغط على نادي الشرطة بملعبه وإذا ما قدر أن يمنع نادي الشرطة من العبور للساحة الأمامية هذا الشيء فقط اللي راح يخلي نادي الميناء يعود للمباراة غير هذا الشيء الشرطة راح يتفوق بمباراة اليوم كابتن خالد هذه حالة غير جيدة طبعا شاهد اللاعب هو اللي يمسح الأرض يعني هذا ما حاصل بكل دول العالم يعني انه اللاعب هو اللي يمسح الارض لا طبعا هناك منظفين بس اعتقد بوالفقار فاضل هو انا شاهدته من بدايه المباراه هو دائما ما ينظف المناطق الماء هاي طبعا تاثر على اللاعبين محاوله لفريق الشرطه علاء سليم كين براون يعني اقرب لذو الفقار فقط علي عامر جاي يدافع دفاع جيد شاهد شلون جاي يدافع اللاعب كيني باقي اللاعبين اعتقد يعني ما جاي يسوون الدفاع المطلوب فقط المشاهده لتحركات لاعبي الشرطه يحتاج نادي الميناء روحيه علي عامر بالدفاع يعني خمس لاعبين يدافعون الدفاع اللي جاي يدافع علي عامر على مود يقدرون على الأقل يقللون الفارق الآن فارق 18 نقطة فارق كبير مباراة الذهاب في بغداد بالمرحلة الأولى فاز نادي الشرطة لكن بفارق 9 نقاط بالإياب بالبصرة فاز الشرطة أيضا لكن الفارق كان 8 نقاط الآن أنت تلعب بالمسدس الذهبي وأول مباراة تخسر فارق 17 نقطة أعتقد يأثر حتى على نفسية اللاعبين بالمباريات القادمة لكن نتمنى أن يبقى فريق الميناء بنفس الروحية ان شاء الله نتمنى الست انديه تبقى بهاي الروحيه بهذا المستوى على مود يستمتع نعم يستمتع المشاهد والمتابع لشاشه العراقيه الرياضيه يستمتع بمباراه الدور السنوي بالنسخه ال 38 هذا الموسم اذا كيني براون يحاول الدخول على السله كيني لكن يخطئ في التمرير كيني لتعود مرتده ممكن الان من الجانب الاخر روبرت براون وقت مستقطع راح يطلب وقت مستقطع لان انت كنت فايز 20 والان الفارق 14 نقطه 14 نقطه نعم طلب وقت مستقطع مثل ما قلت لك 4 نقاط 6 نقاط سريع عن نادي الميناء راح تسوي فارق تعطي روحيه للفريق بالعوده عندك دقيقتين وست ثواني اعتقد انه ايضا وقت جيد اذا ما قدرت تسجل ثلاثيتين ثلاث ثلاثيات تعيد روحيه للفريق تقدر تعود للمباراه ويعني دقيقتين وست ثواني وقت يعني مو قليل بعالم كره السله يعني شاهدنا مباراه عالميه يقدر الفريق يعود خاسر بتسع نقاط وظل 12 و14 ثانيه ويقدر الفريق يعود للمباراه وبوجود لاعبين امريكان تعتمد على خبره المدرب يعني اي نعم تعامله مع خبره جيده اعتقد عند الكوتش اسعد علاوي خبرته جيده تلف مواسم قاد نادي الميناء وقدر بالموسم الماضي ان يصل بالفريق للمباراه النهائيه وايضا بهذا الموسم
حقق المركز الخامس، حقق فوزين على نادي نفط، نادي نفط متصدر يعني المتصدر بالمسدس، قدر يغلبه مرتين بالبصرة وبغداد. وعنده ويمي، ويمي شوف شاهدنا ويمي عاد سجل أربع نقاط، عاد تروح للميناء، أجبر المدرب أسعد علاوي ونادي الميناء الكوتش ماهر خنفير على طلب الوقت المستقطع، دقيقتين وست ثواني وفارق 14 ثانية، نتمنى أن تستمر الإثارة إلى الثواني الأخيرة. حكم الدولي أحمد علي واضح في الصورة مع محاولة فريق الشرطة جيستن هوكنز بينه وبين روبرت براون، جيستن يحاول إيجاد المساحة للتمرير أو الدخول على السلة لجيستن هوكنز، يحصل على خطأ جيستن هوكنز لاعب الشرطة أفضل اللاعبين في هذه المباراة بالنسبة لفريق الشرطة وأيضا من فريق الميناء. الآن أربع أخطاء لعلي حاتم، أي خطأ سيخرج يعني تنتهي المباراة بالنسبة لعلي حاتم. نعم أكيد. إذن رميتين حرة لفريق نادي الشرطة، رميتين حرة لفريق الشرطة يحاول من خلالها أن يوسع الفارق، أقل من دقيقتين متبقية على نهاية الكوارتر الرابع والمباراة، ولا زال جيستن لاعب نادي الشرطة أفضل مسجلين ب 41 نقطة، نادي الميناء أفضل مسجلي هو اللاعب ويمي ب 32 نقطة، يعني حتى تفوق على روبرت براون. نعم. بعد ما كان متفوق. نعم. روبرت براون بالتسجيل، براون توقف سجل 25 نقطة 25 نقطة وبعد ما سجل. المباراة القادمة أيضا ستكون مباراة مثيرة بين الكهرباء نفط الجنوب، الكهرباء تغلب على نفط الجنوب، نفط الجنوب تغلب على الكهرباء في البصرة 95-90، بغداد بالإياب الكهرباء هو من فاز على الميناء، على نفط الجنوب 78-68، أيضا ستكون مباراة مثيرة. إذن جيستن والرمية الأولى من الرميتين الحرة المحتسبة لفريق الشرطة، إذن جيستن يسجل لفريق الشرطة، جيستن هوكنز اللاعب الأمريكي، جيستن هوكنز 32 سنة مترين 3 سنتيمتر طول اللاعب جيستن هوكنز 32 سنة. روبرت براون لاعب فريق الميناء يحاول روبرت براون الاعتماد على الفردية من قبل روبرت براون، يخسر هذه الكرة روبرت براون وأمام غضب المدرب أسعد علاو مدرب الميناء، كان التمرير أفضل والمحاولة تبقى لفريق الشرطة جيستن هوكنز. جيستن أعتقد كابتن خالد الأمور حسمت لفريق الشرطة خلاص. نعم مع استمرار تسجيل اللاعب جيستن هوكنز، جيستن اللي سجل لحد الان 44 هو المسجل لفريق الشرطة جيستن هوكنز. هنا خطأ لفريق الميناء، رميتين حرة على السلة 17 نقطة الفارق 93-76 ونقطة لي ويمي روز يسجل لفريق الميناء. ويمي روز الرمية الأخرى هل ينجح في التسجيل ويمي؟ بالفعل ينجح ويمي روز في تسجيل نقطة أخرى لفريق الميناء 93-78، يقلص الفارق إلى 15 نقطة، لكن صعب عودة فريق الميناء. نعم اعتقد الامور حسمت، يعني فارق 15 نقطه دقيقه وست ثواني وقت غير كافي للعوده، يعني ما ممكن انه تسجل، يجب لكن على الاقل انه يقلص الفارق. نعم يقلل الفارق، نتمنى الميناء ان يعالج الاخطاء الدفاعيه، عنده خلل جدا كبير
اكيد اصبحت الرؤيه واضحه للمدرب. نعم ان شاء الله الكوتش في المباريات القادمه الكوتش اسعد علاوي له يعني له نظره للفريق، نعم له بصمه على الفريق، ان شاء الله يعود بهذا الفريق. احنا نتمنى ان تكون جميع المباريات مثيره، جميع المباريات متكافئه، وما تحسب صعب ملعبه الكرخ بملعبه صعب، ونفط الجنوب ايضا بملعبه صعب، ونتمنى ان تستمر الاثاره الى اخر مباراه بالمسدس الذهبي وهي مباراه الاياب. ودخول من جيز جيستين هوكنز 46 نقطه الان يضع النقطه 95 لفريق الشرطه والنقطه 46 لجيستين هوكنز، ومحاوله خاطئه لفريق الميناء علي حاتم. الان فريق الشرطه سيلعب على مبدا ال 24 ثانيه اعتقد، فريق الشرطه راح يحتفظ ويلعب على مبدا ال 24 ثانيه 95 79 و 97 97 نقطتين جديده لفريق الشرطه، نقطتين جديده خلاص 97 79 فارق 18 نقطة. نعم استاذ جمال حسمت الامور خلاص. شكرا لك واتمنى طبعا انني شكرا جزيلا لحضورك اليوم، اسعدتنا وكنت خير عون يعني اليوم. اشكرك استاذ جمال تحليل هذه المباراة. هذه نقطة لفريق الميناء عمر عامر. عمر عامر يسجل نقطة للميناء 97-80 على بعد 8 ثواني و8 من عشر الثانية، وتعود للشرطة خلاص الأمور حسمت. نقول مبروك لفريق الشرطة، هارد لك لفريق النفط، مباراة جميلة استمتعنا فيها معكم أحبتي مشاهدي متابعي قناة الرياضية العراقية. نلقاكم إن شاء الله في وقت قريب ومباريات قادمة. تقبلوا أجمل التحيات مني أنا معلق المباراة جمال الدراجي، وأيضا تحيات زميلي خالد عاشور اللي كان اليوم